بسم الله الرحمن الرحيم. ومفهوم جديد من مفاهيم الكيمياء مقدمة في علم الكيمياء. كما نعلم جيدا أن الأرض يحيطها عدة طبقات، أهم طبقتين عندي في اختبار التحصيلي التربوسفير والستراتوسفير. التربوسفير هي الطبقة التي تلي الأرض، يبقى هي التي طبق التي تل الارض. طب ما ايه اللي موجود فيها التربوسفير؟ ماذا تحتوي؟ تحتوي على الغيوم، تحتوي على السحاب، تحتوي على الهواء الجوي. خلاص، يبقى ما في امطار وسحاب وغيوم وما الى ذلك، كل ده في التربوسفير. الستراتوسفير هي الطبقة الثانية التي تلي التربوسفير، يوجد بها غاز الأوزون أو بسميه طبقة الأوزون. الرمز أو صيغته O3، لازم نفهم O3 مهم جدا. غاز الأوزون توجد في طبقة الستراتوسفير. إذا إجابة السؤال أن طبقة من طبقات الغلاف الجوي وتحتوي على الأوزون أو غاز الأوزون أو طبقة الأوزون، يوجد في أي طبقة؟ الستراتو، زي ما اتفقنا الستراتو إيه؟ الستراتوسفير.